هذا كنا لا كبير صغير كبير هذا هذا صغير هذا صغير قصير قصير واجد واجد لازم ادخل اشيك ترى لي صح عادي اخليكم اروح اشيك يا جماعه عادي ما بتبوقين تلفوني ان باقت التلفون بيطلع بس ما بتطلع ايدها عندهم كاميرات هنا عادي اشيك هذا وهذا اي بشيكهم راقبوها يا جماعة لأنه وجهي شمشكنا تخيلوا طلعوا دليل الأصغر هم اللي على وجهي أوكي شوفوا مرتب على راسي عدل شوفوا أرتب من الكبار صح لا يا ويلي والله أرتب من الأسود اللي عندي للأسود اللي عندي كل حين يطفروا هني يعني المفروض أخذ صغار ما أخذ الكبار يلا حين طلع لي كل الألوان صغار ما شاء الله متأكدة إيه لأن صج دلك واسعين علي طول لا لا طول أوكي الطول اوكي لان انا كل فساتيني وثيابي لفوق شوفي ما يبين في شيء يبين الصغار احسن لا ارتب الصغار باخذ الصغار لانه اوريدي الاسود اللي كنت البسه واسع هني كل حين اقعد عدل هذا مضبوط اكثر يقول لي لا 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 احلى مو ما يناسب الاسود بس التشيك يعني مرتب اكثر باخذ الصغار انا ما باخذ الكبار يلا باخذ الصغار حتى الاسود ابوي صغير اوكي انا غربلت ويا دا كلي كورس فيه. مو مرتب لعلي مالي أنا اللي جيت به من أول ما اشتريتهم واسعين هذين الأولين تشوفوا مو واسع فيصيرون ما يصيرون مرتبين فأحين خلاص أعطيني كل أحجام صغيرة هذا حجم صغير عرفنا الموضوع لازم أخذ صغار لأن هذين واسعين مو مرتبين يعني وجهي صغير لأن ما عليكم من الكاميرا تخدع شوفيني في الكاميرا ضخمة صح؟ في الواقع غير له شوفي هذا عزز لنفسي هنا الألوان موجودة للصغار أعطيني وأي لون بعد الله كل الألوان موجودة يا سلام من اتحجبت عدل ما اشتريت ألوان توني يا جماعة الله يهدي اللي ما تحجبوا عدل نفس ما الله هداني يا رب أنا في المالتشية الحين هذا كبير والله صغير لا هذا بس مزيدين طوله إيه في إذا في شيء بعد مزيدين طولهم زين يعني شوفي في شيء مزيدين طولهم بعد بس الأبيض والأسود لأن زيدناهم عشان المدارس إحنا مزيد طوله إيه بس بعد أعطيني بعد واحد أسود بعد أعطيني بعد واحد أسود أحتاج يعني آخر كم لون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبع ثمان رصاصي ما في أنا رأيكم اللي أنا أخذتهم الحين البنية لا تطلع عادي تطلعين في اللايف شوفوا انا باخذ الابيض كل الالوان باخذ هاي لمسه حلا اسمها لمسه حلا لا
لمسة حلف المالكية. يلا أخذت واحد اثنين ثلاثة أربعة، بأخذ كل الألوان. مو إعلان ترى، أنا صريحة، إذا إعلان أقول إعلان. عيونكم الحلوة خلاص. يلا كم واحد الحين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. في لون كل الألوان حط لي عشر، هذا 11. إيه هذا بيج حلو بعد. هذا تقريبا يشابه هذا لون. هذا اللون ما عجب شوي. أي واحد هذا؟ لا هذا بتشوف لا ما عجبني. بس خلصوا الألوان؟ إيه خلاص. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة عشر 11. بعد أحتاج واحدة أبيض. أبيض أبيض حجم صغير بعد. حلو. إيه لأن بسرعة الأسود قلت ليش اثنين أبغي له صغير. إيه ما جاء. أعطيتيني بس واحد. والله هذا في شيء طايح. هذا أي حجم كبير؟ إيه. إنزين أعطيني أبيض اثنين وأسود اثنين لأنهم أكثر استهلاكا بيكون. هذا أبيض اثنين. إنزين وأسود اثنين. بدفع لكم بنفت. اوكي كم حبه بحسب عشان احسبهم كم يصير كامل؟ ثلاثة. كم يصير كامل؟ 13. يلا عشان بدفع اخذي الالوان كل الالوان اخذت اللي تقولي 26 دينار. انزين رقم تلفون وين؟ ستة ستة ثلاثة أربعة خمسة صفر ستة صفر. لمسة حلم عندش البنفت تشيكي؟ ايه. شوفي وصل ولا لا؟ أنا يطلع عندي إنه وصل، عملية ناجحة. أوكي يلا حطيهم لي في تشيز. طلع هذا واسع مو مرتب، المفروض الحين البس واحد من الاسود. اعطيني من الاسود واحد البسه، هذا مو مرتب اللي علي، ببدل بلبس الجديد. ايش رايكم توني لابستنه؟ حلو ارتب له. قلت لك اصغر، كل ما صار اصغر كان مرتب اكثر. شوفوا مرتب اكثر، ما في شيء. جننتي اللي تجنن عمري. شوفوا مرتب واخيرا ذاك لانه كان واجد واسع علي. يلا استودعكم الله، اعطيني شو اسمه اغراضي، حطي هذا بعد داخل وياهم. هذا نفسه بس كبير. كبير ايه. اشو اكتشفت ان الصغير هو اللي يناسبني اكثر. كلش حلو عيونش الحلوة عمري. شوف سترني قادر ما اعور راسي. يلا بنعافية. الله يعافيك تسلمين. مسات حلا محل المالشية. تعال عندهم بعد قبعات غير. عندهم بعد هاي اللي يستر اللي يلبسون قصير ما ادري شو. عندهم واجد اشكال. أنا يعني كنت باخذ انواع قفازات شيء ثاني بس الحين اشوف هذا اللي واجد حلوين عليه ما يحتاج اخذ شيء ثاني كفايه. نور نوركم حبايبي. يلا سيارتي من هناك نطلع بنات البحرين. هذه الشيء هاي القبعة ارتب واجد علي واجد مرتبة.
شبكة. شنو اسم المحل؟ لمسة حلا في المالكية، يعني في المالكية، منطقة المالكية، دوار مجمع الريف، عقب الدوار مجمع الريف تجون هني، اكو مكتوب لمسة حلا، ومحل اسمه فاشينو. فاشينو للعبايات، هو اللي اجي اشتري من عنده عبايات. هي اللي علي من عندهم ترى، هذه من عندهم العباية، اسمه فاشينو. اراويكم اياه، عنده فرعين. شوف هذا، عندهم الفرع الثاني بعد. هذا عباياتي اغلبهم من عندهم في المالكية، حلوين. اسمه فاشينو. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة. حياك الله، الله يسلمكم. شو اخبار المحل اللي فتحوا مال تلفون؟ اوكي الحمد لله. بروح عزة. شوفوا القبعة، احلام دي كانت واسعة مغربلتني. بروح عزة الحين، وحدة اعرفها ابوها متوفي، صدق معلق كلش حلوة. عيونش الحلوة منورة نوركم. قمر، تين القمر. خلني افتح اللوكيشن عشان اشوف اي دوار العزة. أني طالبة ورق عنب عشان بعدين في اللايف أكل وياكم ورق عنب، بس ما بعلمكم من وينه، ما بحط، بحطه في صحن بس. حلو ورق عنبهم. لحظة نشوف الدوار الرابع. يلا بفتح اللوكيشن في الدوار الرابع العزة. خلني بروح الحين، إن شاء الله موجودين. يبعد 10 دقايق ووصل. يلا حبايبي استودعكم الله، عشان أسوق له وما يصير أسوق مشغلة لايف. أحبكم. أقبل عزة، بروح للبيت بفتح لايف وني آكل، ناكل يا بعض، نتعشى ورق عنب. لحظة بتصل لسعدية بتشوفها وصل والله. لا الورق عنب، ناس عيالي ناموا ترى، خلود خلاص تعبانة نامت. بس السعدية سعدية وصل ورق عنب؟ ما وصل للحين. دقيقة عجل أشوف. يلا مع السلامة. نشوف آيات، إن هي اللي طلبت لي. لا يعطوني باند. يلا باي.